بس إذا بدهم إنه أنا أكون دور شيخ فبشرفني، لأنه أنا سواء كان بشغلي ففي احترام، وبرات بالشارع وبالعمل ووين كان في هذا الاحترام، فأنا أكون مبسوط. هنا قاعد بالبيت مثلا لابس شيال مثلا قاعد مفرفد وكذا، بدق حدا الباب بطلع بشوف واحد مثلا اللي الشيخي الله يرضى عليك في عنا كتب كتاب، يعني ممكن اتمر يعني شو بدك، نحن جاهزين ومقامك عالي وكذا. كنت مثلا راي على شيء دائره، لاقي وحده انه منيح الله جابك شيخي، انا والله يعني متأسرات، أنا بنتي صار لها 6 شهور قاعدة بخلقتي أولادها، وأنا مرة كبيرة ما بتحمل صوت أولادي، خير أختي شوفي زوجها رمى علي يمين الطلاق، أنا ما يعني ما بحكي لك القصة شيخي حتى تشوف لنا شي فتوة وكذا. أنا بنبسط بس بوجههم، يعني ما بخجلهم.